الكتاب المقدس في عام واحد، اليوم 68. طبيعتي البشرية، كتب ألكسندر سوزلنيتسن الفائز بجائزة نوبل وأهم أديب روسي للنصف الثاني من القرن العشرين، والذي سجن لثماني سنوات لأنه انتقد ستالين. يمر الخط الذي يفصل بين الخير والشر ليس عبر الحكومات ولا الطبقات ولا بين الأحزاب السياسية، بل عبر كل قلب بشري وكل القلوب البشرية. كلنا خلقنا على صورة الله، وبإمكان البشر أن يقوموا بتصرفات محبة وشجاعة وبطولة عظيمة، لكن لا أحد منا بخلاف يسوع المسيح بلا خطية. هل تعرف ما بقلبك؟ الطبيعة البشرية وضعفها، كل خطية تكسر ناموس الله وبالتالي فهي خطيرة، لكن هناك تدرج للخطية، فبعض الخطايا أسوأ بكثير من خطايا أخرى. يقدم كاتب الأمثال هذه النقطة باستخدام مثال شخص يسرق لأنه جائع. نعم، حتى هذا خطأ، وهناك ثمن عليه أن يدفعه، لكن يقول الكاتب إن عواقب الزنا أكثر بكثير، فهو يؤدي إلى العار، الغيرة والانتقام، وإلى دمار حياة الناس، خاصة الزناء أنفسهم، فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله، ضرباً وخزياً يجد، وعاره لا يمحى. يقول الكاتب لأنال غيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام. لم تتغير الطبيعة البشرية في آلاف السنين، لا شيء خطأ في الجنس أو المال، لكن هناك الكثير من التجارب التي تحيط بهما هما الاثنين. العديد من الشرائع في فقرة العهد القديم اليوم تم تطويرها لوضع الحدود حول هذين الأمرين لحماية استخدامهما الصحيح. أشكرك يا رب لأجل العطايا التي تعطيها لنا، ولأجل الحدود التي قد وضعتها لاستعمالهما بشكل صحيح. لا تدخلني في التجربة، لكن نجني من الشرير. الطبيعة الفاسدة ونتائجها. أدت الطبيعة البشرية الخاطئة لموت يسوع. التحدي هو أن نعيش بصورة مختلفة. كن صادقاً. خان يهوذا يسوع بقبلة، حيث قال الذي أقبله هو هو، وذهب إلى يسوع وقبله. باليونانية كلمة الرياء هي نفس كلمة قناع. كانت الأقنعة تستخدم في اليونان القديمة للتمثيل. من الخارج كان يهوذا يرتدي قناع المحبة ليسوع، في الحقيقة كان يخونه ليصلب. كانت القبلة هي أقصى تصرف يدل على الرياء. كتبت جويس ماير عما تسميه اختبار قبلة يهوذا، اختبار أن تتم خيانتك من قبل أصدقاء أحببناهم واحترمناهم ووثقنا فيهم. غالباً ما اختبر معظم الناس في مواضع القيادة لأي فترة من الزمن هذه الخبرة. أنت بحاجة لأن تغفر للمذنب ولا تدعه يتسبب في أن تفشل أو تتأخر في فعل ما دعاك الله لتقوم به. تكلم بالحق، لأنه لم يكن هناك أي دليل ضد يسوع. كان عليهم أن يعتمدوا على شهادة الزور، ومع هذا يبدو أن الكثيرين كانوا معدين ليشهدوا ضده. لاحظت أثناء عملي كمحام أنه لا يزال هناك من هو مستعد لتقديم شهادة زور في المحاكم القانونية. حارب الفساد. لا زال القضاء الفاسدون سمة العالم اليوم. لقد عرفوا أو كان عليهم أن يعرفوا
أن يسوع كان بريئاً بالكامل، ومع هذا حكموا عليه أنه مستوجب الموت. لابد وأنه أمر مروع أن تعيش في مجتمع بدون سيادة القانون، حيث لا يمكن الثقة أبداً في القضاء. كن معروفاً بكونك مع يسوع. يمكنني أن أتعاطف تماماً مع إنكار بطرس ليسوع. لقد كان فعلاً مصمماً ألا يفعل هذا، لكنه فشل. إنني أعرف كم يبلغ ضعف طبيعتي البشرية. تقرير إنكار بطرس يمكن أن يأتي فقط من بطرس نفسه، والذي بانفتاح وشفافية كاملين يكشف ضعفه وفشله. عندما كان يسوع في مشكلة خطيرة، تركه الجميع وهربوا. ربما كان مرقس كاتب الإنجيل هو الشاب الذي كان لابساً إزاراً على عريه، فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عرياناً. رغم أن كل الآخرين هربوا، كان بطرس شجاعاً وملتزماً بدرجة تكفي لأن يتخذ طريقه إلى داخل دار رئيس الكهنة، وإن كان يتبعه عن بعد على مرأى من يسوع والمحاكمة. بالنسبة لي، أشك أنه عند هذه النقطة كنت سأكون مع بقية التلاميذ في منتصف الطريق نحو الجليل. ومع هذا، هناك كلمات لا يمكن أن نتركها دون تمحيص تدور حول الاهتمام بالذات من جانب الرسول العظيم بطرس. فبينما كان يسوع صديقه وقائده يؤخذ للمحاكمة، كان جالساً بين الخدام يستدفئ عند النار. بينما رأى بطرس ما كان يحدث ليسوع وما هو مزمع أن يعانيه، أبعد بطرس نفسه بصورة متزايدة عن يسوع. وإذ بدأ يتحرك في هذا الاتجاه، كانت الخطوة التالية هي أن ينكره. وإذ اتخذ مسار يتضمن الكذب، انتهى به المطاف وهو يقول: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. إنني متأكد من أن بطرس لم ينوي أن يذهب بعيداً جداً عندما أبقى نفسه بعيداً عن يسوع. لكن بالنسبة لنا جميعاً، يمكن أن تؤدي خطية إلى أخرى بكل سهولة. قبل أن ندرك، فينتهي بنا الحال، وإذا بنا نفعل أموراً نندم عليها بعمق. عندما تبين لبطرس ما فعله، فلما تفكر به بكى. أشكرك يا رب من أجل إذ نرى، بالرغم من أن الرسول العظيم بطرس قد فشل وأخطأ، إلا أنك غفرت له واسترددته لك واستخدمته بقوة شديدة. أشكرك لأجل نعمتك العجيبة. كتبت جويس ماير: يريدنا الله أن نحيا حياة طاهرة ونقية تنساب مثل المياه الرائقة العذبة، لأن الله وحده هو نبعك ومصدرك. سمي هذا الجزء من سفر اللاويين قانون القداسة: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. لأن الطبيعة الإنسانية لها جانب صعب المراس، هناك احتياج للناموس. فمثل أي مجتمع، هناك شرائع مدنية وشرائع جنائية، فبعض هذه الشرائع خاصة وموجهة لمشاكل إسرائيل القديمة. البعض الآخر كانت متسعة وقابلة للتطبيق بشكل عام في معظم المجتمعات. صارت الشرائع الطقسية الآن مهجورة، وقد أبطل يسوع الشرائع الخاصة بالطعام وتمم عمل الذبائح في موته. لم تكن الشرائع المدنية تصلح بالضرورة للأمم الأخرى، كانت بعضها إنسانية عطوفة وأخرى كانت حادة. يبدو أن تلك الشرائع كانت ضرورية للمراحل الأولى من تاريخ إسرائيل، ولكنها ليست ذات صلاحية دائمة أو عامة.
لا زال الناموس الأخلاقي كما وسعه وعمقه يسوع، وكما تم إيضاحه في الرسائل سارياً بصفته إعلان لإرادة الله لشعبه. أجمل يسوع الناموس الأخلاقي في قوله: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. يرجع هذا لفقرة اليوم: بل تحب قريبك كنفسك. الناموس الأخلاقي يعني أن شعب الله ينبغي أن يكون مقدساً. يعلمنا باقي الناموس كيف نحب قريبنا كنفسنا وكيف نكون مقدسين. تشمل الشرائع الأخلاقية التي تنطبق علينا الآن شرائع حماية المساكين، شرائع ضد التمييز العنصري، وكذلك الشرائع الواضحة حول السرقة، الاحتيال والسرقة وهكذا. هناك غالباً مبادئ هامة لها تطبيقات واقعية جداً اليوم، مثلاً ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد، والتي تمثل تحدي لنا لأن ندفع كل فواتيرنا في وقتها. هناك ميل متزايد لتأخير دفع الرواتب والأجور حتى الفرصة الأخيرة. شعب الله مدعو ليكون مختلفاً. ليس هذا إلا نموذج ضئيل جداً عما يعني أن نكون شعباً مقدساً. لكي تبقي قلبك نقياً عليك أن تبتعد عن الأشياء التي تفسد حياتك. من بين الخطايا الأكثر وضوحاً المذكورة هنا خطية الوشاية والحقد. حافظ على الثقة وحاول ألا تمسك شيئاً ضد أي شخص. التمسك بالحقد يشبه السماح لشخص آخر أن يقيم في رأسك بدون دفع إيجار. هناك أيضاً تحذيرات بخصوص مخاطر السحر. تجنب قراءة الأبراج واستشارة العرافين والتنجيم وقراءة الكف وأوراق التاروت وكل نوع من أنشطة السحر. إن كنت قد دخلت في أي من هذه الأمور يمكنك أن تنال الغفران. تب وتخلص من الأشياء المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الكتب والأحجبة والأقراص المدمجة والمجلات. جانب آخر من الناموس هو أنه يجلب الخطية إلى النور ويؤدي إلى التوبة والاعتماد على نعمة الله. عندما أقرأ كل هذه الشرائع أستطيع أن ألاحظ كم يصعب العيش بمقتداها وكيف أعجز عن الوصول لمعايير الله، وكم أحتاج لغفرانه ومعونة روحه القدوس. يا رب أشكرك لأنك مت لتحررنا من لعنة الناموس. أشكرك لأنه لا توجد الآن دينونة على الذين هم في المسيح يسوع. املأني بروحك القدوس اليوم وساعدني لأحيا حياة مقدسة. وكرمك لا تعلله ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. عندما كنت شابة كنا نعيش بجوار بستان تفاح كبير، كنا نتمشى فيه دائما. في وقت الحصاد كان هناك وعاء كبير لكل التفاح، بعد هذا كل ثمرة تسقط أو لم يتم جمعها في وقت الحصاد كانت تجمع في أكوام كبيرة مع الثمار المتعفنة. ترك المساكين يأخذون الطعام ربما لا يكون له مغزى اقتصادي، لكن المبدأ الكتابي هو أنه ينبغي إمداد المساكين بالطعام وأنه لا ينبغي إهدار الطعام.